السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سامعيني كده؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مين سامع؟ آسف جدا، أعتذر جدا عن التأخير، أعتذر جدا جدا عن التأخير، بس الدنيا بره زحمة بطريقة بشعة. أعتذر جدا جدا عن التأخير. مين حل الامتحان؟ مين حل الامتحان؟ مين ما حلش؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انتهينا امبارح من المادة الرخمة والصعبة واللي ملهاش لازمة اللي اسمها الاي تي، والنهاردة بإذن الله هنبدأ في مادة جديدة جدا اسمها الورد. ان شاء الله بإذن الله هنتكلم النهاردة عن ما يمكن انجازه في هذه الساعة من وورد 2003. جزاكم الله خيرا على موقع المنتدى. ما علينا ايا كان، المهم طيب هنبدأ نتكلم عن وورد. حد كده مش سامعني؟ مين سامع؟ كله سامع؟ طيب جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بنشغل الاوفيس منين؟ من قائمة ستارت، وبعدين اختار مايكروسوفت اوفيس، وبعدين اختار مايكروسوفت اوفيس وورد 2003. تمام. طيب لو شغلت الوورد 2003 ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل انه بيفتح ملف جديد مكون من صفحة واحدة. طيب لو عايز افتح انا ملف جديد غير الملف اللي مفتوح ده، او عايز اقفل الملف اللي مفتوح ده، اقول له من قائمة فايل اختار كلوز. احنا دلوقتي عايزين نفتح ملف جديد. الملف الجديد اللي عايزين نفتحه يا اما بنعمل كليك هنا نيو او فايل واختار نيو. طيب انا عايز اتعرف الاول على شكل البرنامج. شكل البرنامج او شكل برامج اوفيس 2003 بالنسبه للشكل القديم، اول حاجه بيبقى فيه تايتل بار، تحتها بيبقى فيه منيو بار، شريط قوائم، بيبقى فيه قوائم، بيبقى فيه 9 قوائم: فايل، اديت، فيو، انسرت، فورمات، تول، تيبل، ويندو، هيلب.
تمام، هنشوف القواعد دي. بعد كده بيبقى فيه تول بارز، التول بارز دي بتختلف على حسب اللي احنا بنستخدمه. يعني انا دلوقتي بستخدم اتنين تول بارز، فالاتنين تول بارز دول ظاهرين عندي. طيب كل تول بار من دول ليه اسم بيعبر عن وظيفته. يعني ايه بيعبر عن وظيفته؟ يعني التول بار اللي فوق ده اللي فيه نيو واوبن وسيف والاوامر دي اسمه ستاندرد تول بار. التول بار اللي تحته اللي فيه بولد وايتاليك واندرلايند والمسافات والمحاذاه والحاجات دي كلها اسمه فورماتنج تول بار. ليه؟ كل واحد فيه وظيفته، واحد فيه الاوامر الاساسيه بتاعت كات وكوبي وبيست ونيو واوبن والحاجات دي كلها وسيف، فبنسميه ستاندرد. التول بار الثاني اللي فيه كل ما يتعلق بتنسيق الكلام وشكل الكلام فبنسميه فورماتنج. طيب هو ما فيش غير التول بارز دي اللي موجوده في البرنامج؟ لا، في اكتر من تول بارز كتير، اقدر اجيبهم من قائمه فيو واختار تول بارز كده كل التول بارز اللي عندي اللي موجوده. مثلا ممكن يجي لي في الامتحان يسالني شو ذا دروينج ذا دروينج تول بار، او عامل كليك او مختار من قائمه فيو اختار تول بارز وبعدين اعمل كليك على دروينج، هلاقي شروط ادوات الرسم موجود تحت فيه، ازاي ارسم خط وازاي ارسم اسهم وازاي ارسم مربعات وازاي ارسم دوائر وهكذا، زي ما احنا عارفين زي ما احنا شايفين دلوقتي قدامنا. طيب وهكذا. طب انا عايز ارجع اخفي التول بار اللي اسمه دروينج ده، اخفيه من فيو واختار تول بارز وبعدين اعلم على دروينج، هيتشال التول بار بتاع الدروينج. طيب انا عندي ورقه واحده دلوقتي مفتوحه جوه ملف الوورد، لو عايز اضيف اكتر من ورقه بفتح قائمه انسرت وبعدين اختار بريك وبعدين اختار بيج بريك وبعدين اقول اوكي هيفتح ورقه جديده وهكذا. طيب ده بالنسبه لشكل الصفحه وشكل البرنامج في عجاله سريعه. طيب لو عايزين نعمل فايل قلنا من فايل واوبن. طيب لو عايزين نفتح اكتر من ملف في نفس الوقت ممكن اعمل نيو كده هيفتح ويندو تاني، هيبقى عندي دوكيمنت اسمه دوكيمنت 2 ودوكيمنت اسمه دوكيمنت 3. طيب لو عايز اسيف ده اختار من فايل سيف او سيف از. طيب ايه الفرق بين سيف وسيف از؟ طالما انت عامل ملف جديد نيو، تمام، لو انت عامل ملف جديد نيو ما سيفتوش قبل كده يبقى سيف زي سيف از. طيب سيف زي سيف از ازاي؟ الاثنين لما تختارهم هيفتح لك دايلوج بوكس اسمه سيف از، تختار منه الاسم، تكتب الاسم هنا، تمام، وتختار منه المكان، ممكن تختار المكان مثلا هنا هنا، يبقى تختار الاسم والمكان والنوع. وعندنا انواع كتير هنشوف منها دلوقتي اللي يهمنا الكلام ده. لو انت بتعمل ايه؟ لو انت بتسيف اول مره، لو انت بتسيف اول مره الملف ده انت ما سيفتوش قبل كده يبقى فايل سيف هي نفسها فايل سيف ال. طيب لو احنا سيفنا الملف ده باسم ايمن مثلا وسيفناه على الديسكتوب كده وقلنا له سيف وقفلنا البرنامج وبعدين جينا فتحنا الملف ده من على الديسكتوب زي ما كنا مسيفينه وبعدين هنا عايزين نختار سيف ولا سيف از، ساعتها بقى تفرق سيف او سيف از. سيف هيسيف في نفس المكان وبنفس الاسم ونفس النوع، تمام، انما سيف از هيغير، هيطلب منك تغير المكان او الاسم او النوع. يعني لو اخترت سيف از هيفتح لك نفس الويندو اللي احنا اتعودنا عليه، انما لو اخترت سيف مش هيفتح اي ويندو، هيسيف التغييرات اللي انت غيرتها في نفس المكان وبنفس الاسم وبنفس النوع، تمام. ده الفرق بين سيف وسيف از لو انت بتستخدم اول مره او لو انت بتستخدم الويندو غير اول مره، يعني لو انت سيفته قبل كده. طيب لو انا عايز اطبع الصفحه دي فهقول له من فايل اختار برنت كده، اختار عدد الصفحات اللي انا عايز اطبعها او لو كل الصفحات اللي انا عايز اطبعها، واختار نوع البرينتر من هنا واختار عدد النسخ من هنا، تمام.
ده لو عايز اطبع الملف. طيب في حاجتين عايز اغيرهم لو عايز اعمل زوم للملف. يعني ايه زوم؟ يعني انا دلوقتي ظاهر قدامي الصفحة، لازم اعمل سكرول كده علشان يظهر اول الصفحة واخرها. طيب انا عايز اصغر ظهور الصفحة او اصغر حجم الصفحة الظاهر قدامي على الشاشة، هقول له edit او هقول له view، وبعدين اختار من view اختار زوم. طيب لو اخترت زوم دلوقتي هيتضح لك من الزوم ان انت دلوقتي عامل زوم على 100%. طيب لو اخترت 75% هتلاقيها اصغر شوية. طيب لو اخترت من زوم تاني 200% هتلاقيها اكبر بكتير. طيب لو اخترت view zoom وتقدر تكتب بقى اللي انت عايزه هنا. طيب لو اخترت view zoom وبعدين اخترت page width اوكي، هتلاقي الحجم بقى على قد عرض الصفحة بالظبط. تمام؟ طيب يعني على قد عرض الصفحة بالظبط. طيب لو اخترت من view zoom اختار text width على قد حجم التكست بالظبط. طيب لو اخترت من view zoom whole page هيعرض لي الصفحة بالكامل من اولها لاخرها، وبالتالي مش هحتاج ان انا اعمل سكرول. طيب لو اخترت view zoom وبعدين اخترت many pages هيعرض لي الصفحة باصغر حجم ممكن، بحيث ان انا اقدر اعرض اكبر عدد من صفحات المستند في نفس الوقت. يبقى الكلام ده كله من view zoom اقدر اتحكم في الصفحة. طب لو عايز ارجع لها 100% هعمل view zoom واختار 100%. تمام؟ دقيقة واحدة بالظبط وهكون معاكم بإذن الله. عدنا إليكم. كده في صوت ولا مفيش؟ سامعين ولا مش؟ طيب تمام. طيب يبقى احنا كده اتكلمنا عن الزوم. طيب لو انا بقى الزوم ده بيتحكم في شكل الصفحة قدامي، يعني ايه شكل الصفحة قدامي؟ انا عايز اشوفها كبيرة او صغيرة، او انا عايز اشوفها عريضة، او عايز اركز على جزء معين، او عايز افوكس على جزء معين وهكذا. انما طيب لو انا عايز اغير حجم الصفحة بقى، مقاس الصفحة نفسه، يعني الصفحة بدل ما هي 12 سنتي في 20 سنتي عايز اخليها كذا. تمام؟ بغير حجم الصفحة منين؟ من فايل، بختار بيج سيت اب. اول ما اختار بيج سيت اب بيظهر قدامي البيج سيت اب دايالوج بوكس، ومن هنا بقدر اتحكم في جميع الاوبشنز المتعلقة بحجم الصفحة. طيب ومنها وانا عند بيبر اختار بيبر سايز، اختار من بيبر سايز المقاس اللي انا عايزه. دي بتبقى مقاسات معروفة ومتفق عليها عالميا للورق. يعني لو اخترت A4 مثلا، معروف ان A4 28 بوصة في 11.69 وهكذا. لو اخترت مثلا A3 بتتغير اوتوماتيك هنا. طيب لو اخترت اخر حاجة كاستم سايز، اقدر اكتب بقى الاسم المقاس اللي انا عايزه على حسب الورق اللي انا عندي، على حسب الورق اللي انا بستخدمه في الطباعة. يبقى ده بالنسبة للبيبر سايز. طيب لو عايز اتحكم في عدد في حجم هوامش الصفحة، يعني ايه هوامش الصفحة؟ يعني انا لو عايز اكتب في الصفحة هكتب من هنا، ده هامش فاضي فوق وشمال وفي يمين وتحت. لو عايز اتحكم في هوامش الصفحة من فايل، بختار بيج سيت اب، وبعدين هلاقي في تاب اسمه مارجنز، تحت كلمة مارجنز عندي توب وليفت وبوتوم ورايت،
يبقى اللي فوق والشمال واليمين وتحت اقدر اغير المقاسات بتاعتهم زي ما انا عايز، ممكن اخلي ده واحد وربع واحد ونص وهكذا. طيب واي تطبيق اطبقه بيظهر على الورقة اللي قدامي دي، يعني لو زودت التوب كده هلاحظ ان المسافة اللي فوق بتزيد وهكذا، لو رجعت وقللته تاني هلاقيها بتقل. طيب لو زودت المسافة اللي تحت كده المارجن البوتوم مارجن هلاحظ ان المسافة بتزيد وهكذا. وهكذا. طيب في ناس بتكتب على الورقة بالعرض وفي ناس بتكتب على الورقة بالطول. كلمة ان انا اكتب على الورقة بالعرض او اخلي الورقة بالعرض دي اسمها لاندسكيب، تمام؟ طيب لو بالطول يبقى بورتريت، تمام؟ طيب ده اللي يهمني في البيج سيت اب، المارجن مقاسات الورقة والمقاسات بتاعت الهوامش وشكل الورقة سواء لاندسكيب او بورتريت، وفي البيبر مقاس الايه الورقة سواء لتر او A4 مثلا او A3، او لو انا عايز اختار اي مقاس من المقاسات دي بنفس الطريقة، او لو انا عايز اختار مقاس معين لنفسي اختار كاستم سايز اخر واحدة تحت في الليست اللي ده، واكتب الويد والهايت الطول والعرض او العرض والارتفاع وهكذا. ده اللي يهمني في بيج سيت اب. يبقى انا كده قدرت اغير الفيو بتاع الصفحة وفي نفس الوقت كمان قدرت اغير مقاس الورقة بتاعتي، تمام؟ طيب لو عايز اعرض صفحتين جنب بعض زي ما احنا كنا عاملين، لو عملنا نيو كده مثلا عايز اعرض الصفحتين دول جنب بعض، هاجي من قائمة ويندو اختار هلاقي قدامي الملفين اللي مفتوحين اقدر اتنقل بينهم كده من ويندو كده، او من تحت اعمل كليك على الملف اللي انا عايز اتنقل عنده. طيب لو عايز الاتنين يبقوا جنب بعض ممكن اختار من قائمة ويندو compare side by side with الدوكيومنت الفلاني اللي اسمه كذا، تمام؟ يبقى انت دلوقتي بتعمل compare side by side، حاطط الاتنين جنب بعض وبتقارن بينهم، تمام؟ طيب لو عملت كليك على الايكون دي synchronize scrolling هيعمل تزامن في السكرولينج بالماوس كده بحيث ان الاتنين يتحركوا مع بعض. طيب لو لغيتها هتلاقي كل واحد اتحرك لوحده. طيب ايه الايكون دي؟ ريسيت ويندوز بوزيشن، يعني هيرفع كل الويندوز بوزيشن لفوق كده وهكذا. طيب لو عايز كلوز سايد سايد باي سايد اقدر اقفلها عادي جدا وهكذا. طيب لو اخترت ارينج اول هيعمل ارينج كده بالطريقه دي فوق بعض بدل جنب بعض، تمام؟ طيب لو عايز اقفل ده هقفله كده، لو عايز اكبر ده هكبره كده بالطريقه دي. تمام. يبقى احنا كده عرفنا ازاي نعمل ملف جديد وازاي نسيبه وازاي نغير حجم الصفحة وازاي نغير الزوم بتاع الصفحة او بتاع الورقة. طيب لو انا عايز اعمل ايه؟ اكتب بقى. لو عايز اكتب دايما الاحظ حاجة مهمة جدا وانا بكتب، وخصوصا ناس كتير من العرب بيقع في الموضوع ده، يجي عندك الكتابة دلوقتي من الشمال، صح؟ الكتابة دلوقتي من الشمال، ادي السهم بتاع الكتابة او الخط ده بسميه اي بيم. الخط ده الاي بيم موجود فين دلوقتي؟ عند في الشمال، فالمفروض ان انا هكتب انجليش. في ناس والاي بيم مكتوب عند الشمال كده بيكتبوا بالعربي، تمام؟ انا علشان ما عنديش عربي هنا فمش هعرف اكتب عربي، ولكن دايما خد بالك وانت بتكتب انجلش من الشمال والعربي من اليمين، تمام؟ طيب
لو عايز اكتب مثلا هكتب الدورين اكاديمي مثلا. طبعا كلنا عارفين او معظمنا عارف لو عايز اغير حجم الخط لو عايز اغير نوع الخط بغيره من هنا، كل دي انواع خطوط كده مثلا. طب لو عايز اغير حجم الخط بغيره من هنا كده، اكبره او اصغره مثلا. طيب لو عايز اخلي الخط تخين اخليه بولد يعني، ادوس على حرف البي اكليك على حرف البي. طيب لو عايز اخليه ايتاليك مايل كده، ايتاليك مايل كده، بكليك على حرف الاي. طب لو عايز اخلي خط تحت الكلمه بكليك على حرف اليو، عايز ارجعهم تاني بشيل الكليكس. طيب الكلام كده بدايه محاذاه ناحيه الشمال. طب لو عايز اخليه في النص بكليك على اللي في النص، عايز ارجعه في الشمال تاني اكليك في الشمال، عايز ارجعه على اليمين اكليك على اليمين. دي الحاجات البسيطة والسهلة اللي احنا ممكن نكون عارفينها. انا عايز ارجع الكلام ده على الشمال تاني، هرجعه على الشمال. طيب لو عايز اكتب ليست معينة، يعني ايه ليست؟ يعني مثلا هكتب ICDL modules of. ايه هما ال ICDL modules؟ information technology، وبعدين ويندوز، وورد، اكسل، اكسس، باوربوينت، انترنت. تمام. طيب انا عايز اخلي الليست دي، عايز اخلي المواد دي بالارقام مترقمه. ممكن اخليهم كده ليست بس من غير ارقام، نقط يعني، النقطة الاولى كذا، النقطة الثانية كذا، او ممكن اخليهم ارقام كده. طيب ساعات بيسألني في الامتحان يقول لي create a list with the default number settings او with the default bullet settings، ساعتها استخدم الايقونات دي. تمام. طيب طيب ساعات ممكن يقول لي اختار ليست بالشكل الفلاني او بالطريقه الفلانيه، ساعتها بقى لازم اعمل، علشان اعمل كرييت لليست اقول له فورمات، وبعدين اختار بوليتس اند نمبرنج، وبعدين اختار الشكل اللي انا عايزه او الشكل اللي هيقول لي عليه. ممكن اختار الشكل ده مثلا واقول له اوكي، كده الشكل هيتغير لو ليست. طيب اختار شكل تاني، علامات الصح دي مثلا كده. طيب بوليتس اند نمبرين. طيب انا مش عاجبني ولا شكل من الاشكال دي، عندي 7 اشكال اختار بينهم، مع مش عاجبني ولا شكل من دول، ممكن اختار كاستمايز كده واختار الشكل اللي انا عايزه من الاشكال دي. طيب هل الاشكال دي مش عاجباك؟ اه مش عاجباني، اختار من كاركتر. لو مش عاجباك، لو اخترت كاركتر هيطلع لي كل الكاركترز دي. ممكن اخلي الايه، ممكن اخلي الليست بالشكل ده او بالشكل ده او بالشكل ده كده مثلا، اقول له اوكي هيبقى بالشكل ده. هرجع تاني الفورمات واختار بوليتس اند نمبرنج كده، وبعدين ارجع اقول له كاستمايز، وارجع للاشكال دي تاني، وارجع لكاركتر.
طيب انت مش عاجبك ولا كاركتر من دول ولا عاجبك ولا شكل من دول، اعمل ايه؟ اقدر اختار صورة بيكتشر. طيب ممكن اختار صورة من الصور دي وليكن مثلا، وليكن مثلا انتوا عايزين نختار مثلا الكرة الارضية دي، واقول له اوكي، واقول له اوكي تاني كده. الشكل بقى الكرة الارضية دي هي بقت الليست. تمام. طيب ممكن اعمل ايه تاني لو مش عجباني الحاجات دي؟ ممكن اقول له فورمات بوليتس اند نمبرنج، وبعدين اقول له كاستمايز، وبعدين ارجع كاستمايز اختار بيكتشر، واعمل براوز للبيكتشرز دي كلها. ممكن ولا بيكتشر من دول تكون عجباني. طيب لو ولا بيكتشر من دول عجباني اعمل ايه؟ اعمل كليك امبورت، اختار امبورت، وبعدين ساعتها هختار بيكتشر من البيكتشرز اللي موجوده على الجهاز عندي. انا ما عنديش ولا بيكتشر على الجهاز، فبالتالي مش هقدر اختار. مثلا ممكن اختار من هنا لو هجرب مفيش هنا برضو. ممكن اختار صورة من دي، انا معرفش الصورة دي شكلها ايه. ممكن اختار الصورة دي كده مثلا، واقول له الصورة دي هي اللي انا عايزها تبقى ليست، وبالتالي هتبقى بالشكل ده. وبالتالي هتبقى الليست بالشكل ده. يبقى انا اقدر اتحكم في اشكال الليست زي ما انا عايز بالطريقة اللي انا عايزها. طيب لو جيت كتبت باراجراف تاني مثلا، you must get a score لو عايز اكتب باراجراف تاني باسم زي ما انا كاتب كده، you must get a score اكبر من او يساوي 75 في المية to pass the exam. نفترض ان ده باراجراف تاني انا عايز اعمله برضو فورمات، اخليه مثلا بولد، واخلي السايز 18 مثلا كده، وهخلي اكبر من او يساوي 75% دي بالاحمر كده. تمام. يبقى انا عايز اغير اللون مثلا، اغير اللون من هنا او من قائمة فورمات، اختار فونت، وبعدين اختار اللون اللي انا عايزه من هنا او السايز اللي انا عايزه، البولد والايتاليك والكلام ده كله اللي انا بختاره من بره كده. تمام. طيب انا عايز اغير المسافة بين الباراجرافين دول، يعني ده باراجراف وده باراجراف، عايز اغير المسافة بين الباراجرافس، بين التو باراجرافس، او خلينا جوه الباراجراف الاول ده. اتحكم في المسافة ازاي بين الباراجرافس؟ عندي من فورمات اختار باراجراف، وبعدين طيب لو اخترت فورمات باراجراف هلاقي عندي حاجة اسمها جنرال، وحاجة اسمها اندنتيشن، وحاجة اسمها سبيسنج. ايه جنرال وايه اندنتيشن وايه سبيسنج؟ alignment يعني المحاذاة، فهقول له يا اما يمين يا اما شمال يا اما center يا اما justified يعني محاذاة من الناحيتين اللي اقدر اختارهم من هنا، left و center right و justified. طيب indentation يعني المحاذاة جوه الايه؟ جوه الباراجراف. جوه الباراجراف لو انت عايز تبدأ من تسيب مسافة من left من الشمال، لو لاحظت في البريفيو الخفيف ده
هلاحظ ان الخط ده بيتحرك ناحية اليمين كل ما زود المسافة، يبقى دي المسافة اللي قبل الايه؟ قبل السطر. طيب المسافة اللي بعد السطر هلاحظ برضو ان المسافة اللي في اخر الباراجراف هنا بتزيد، وهكذا. طيب انا عايز اعمل ايه؟ عايز اسيب مسافة قبل اول سطر، زي ما بنشوف في الكتب او في الباراجراف دايما بيبقى في مسافة قبل اول سطر. اول سطر بيبقى داخل، بيبقى متجه ناحية الشمال شوية، بيبقى في مسافة كده. تمام، بختار المسافة دي منين؟ من تحت كلمة special، اختار first line واسيب المسافة اللي انا عايزها، اكتب المسافة اللي انا عايزها هنا، سواء نص سنتي نص انش سنتي اتنين زي ما انا عايز. طيب لو العكس بقى، عايز اول سطر ما يبقاش فيه قبله مسافة بس كل الاسطر الباقية يبقى قبلها مسافة، بدل ما اختار فيرست لاين هختار هانجينج. تمام، طيب يبقى كده احنا اتكلمنا عن جنرال واندنتيشن، وادوس اوكي عادي. طبعا ما انساش علشان اطبق اي حاجه لازم اعمل كليك على اوكي. انا بكتب غلط عشان مش عايز اطبق الكلام ده، او انا بكليك على غلط علشان مش عايز اطبق الكلام ده. طيب لو انت عايز تتحكم بقى في المسافه بين الباراجراف والباراجراف التاني، ممكن من فورمات اختار باراجراف وبعدين ابص على سبيسنج بيفور، يعني قبل الباراجراف. طيب افتر يعني بعد الباراجراف. تمام، يبقى بيفور قبل الباراجراف، افتر بعد الباراجراف. تمام، او طيب لو عايز تتحكم في المسافه بين السطور بتاعه الباراجراف نفسها، يعني لو الباراجراف ده مثلا اكتر من سطر، ممكن اعمل الكوبي كده كنترول سي وبعدين بيست بيست بيست. لو عندي باراجراف زي ده كده وعايز اتحكم في المسافة بين السطور جوه نفس الايه؟ نفس الباراجراف، هاجي من فورمات اختار باراجراف وبعدين اختار تحت سبيسنج، اختار لاين سبيسنج العادي سنجل. طب لو انا عايز ازودها اخليها دبل، دبل كانك كاتب على سطر وسايب ايه؟ وسايب سطر. تمام، يبقى ممكن انت مثلا لو عايز تطبع كراسة خط ولا حاجة، وعايز حد يكتب تحت الكلمة دي، او عايز عارف ان في حد ممكن يكتب تعليق بعد ما تطبع على دي، يبقى تسيب سطر تحت كل سطر علشان اللي عايز يضيف معلومة او يضيف تعليق تحت كل سطر. تمام، طيب ده فيما يخص الباراجراف. يبقى عرفنا في الباراجراف ازاي تعمل الاينمنت ليفت او رايت او سنتر، ازاي تتحكم في المسافة قبل السطر وبعده وقبل اول سطر، او لو عايز تخلي مسافة قبل كل السطور ما عدا اول سطر. تمام، وتحكمنا كمان او عرفنا ازاي تتحكم في المسافة قبل الاسطر وبعد الاسطر وبين الاسطر. تمام، ده كل ده من فورمات اختار باراجراف. طيب وكمان عرفنا ازاي تتحكم في الليست زي ما انت عايز، وقلنا ازاي تختار شكلها. طيب لو عايز تعمل حدود للنص او للصفحة بتاعتك، الحدود دي ممكن تكون يعني او حدود للنص بتاعك، ممكن يكون ده مثلا قانون او نظرية. ساعات كنا بنشوف في كتب الرياضة مثلا بيبقى فيه البرهان وفي الاخر بيبقى فيه معادلة متبروزة كده في برواز، او بيبقى فيه النظرية نص النظرية مكتوب في برواز، او لو عايز تكتب آية قرآنية بتبقى كاتبها في برواز. البرواز ده بيتعمل ازاي؟ بيتعمل من قائمة فورمات
بختار borders and shading. تمام، عندي نفس الاوبشنز بتاعت البوردرز اقدر اطبقها على النص اللي انا مختاره او على الصفحة بالكامل. page border يعني الصفحة بالكامل، حدود الصفحة بالكامل. تعال نبص على النص اللي انا مختاره، وليكن paragraph زي ما احنا شايفين كده. apply to paragraph ده هختار مثلا نوع، النوع 3D كده، واختار التايب ده كده، اقدر اختار الشكل اللي انا عايزه كده، واختار لونه مثلا، هختار اللون ده، واختار الحجم، هختار الحجم ده مثلا، وهقول له طبق الكلام ده على ايه، على الباراجراف. تمام، واقول له اوكي، هلاقيه طبق الكلام ده على الباراجراف اللي انا عايزه. يبقى انا كده عملت برواز على الحاجة المهمة في الصفحة مثلا اللي انا عايزها. طيب ممكن اجي في نفس المكان من borders and shading، واطبق ستايلز مختلفة للباراجراف. طب انا لو انت عايز تطبق في الاول بس وفي الاخر بس، يعني مثلا انا مش عايز اطبق فوق وتحت، انا مش عايز اطبق يمين وشمال، انا عايز الخط ده يبقى فوق وتحت بس، هقول له فورمات، وبعدين اختار باراجراف، وبعدين فورمات اقصد، وبعدين اختار بوردرز اند شيدنج، وبعدين اختار شكل البوردر اللي انا عايزه ده. انا عايز البوردر ده وهخليه فوق بس، هشيل دي ودي وهخليه فوق. طب وانا عايز شكل البوردر اللي عكسه بقى اللي هو ده، وهخليه بنفس اللون اللي هو ده، او اللي هو ده، احنا اخترنا اللون ده، واخليه تحت كده. يبقى انا كده خليت الخطين دول عكس بعض، هنا التخين بره كله والرفيع بره كله. ولو طبقت على الباراجراف ده هيتشال الخطين اللي في الجنب، وبالتالي هيبقى فيه خطين في النص، وهكذا. يبقى ده بالنسبة للبوردر بتاع التكست. طيب نفس الكلام اقدر اطبقه على الصفحة لو اخترت من فورمات بوردرز اند شيدنج، والمرة دي اشتغلت على بيج بوردر، اقدر اختار البوردر بتاع الصفحة. تمام، ممكن اختار بوردر للصفحة حاجة مختلفة وليكن كده مثلا، واختار لونها مثلا وليكن كده. تمام، واقول له طبقها على الدوكيمنت كله، مش هتفرق لانها الدوكيمنت بتاعي صفحة واحدة. يبقى كده انا اخترت، حطيت حدود للدوكيمنت بتاعي. طيب لو انت عايز الحدود دي تبقى بشكل معين، زخارف معينة، هاجي من قائمة فورمات واختار بوردر اند شيدنج، وتحت بيج بوردر اختار ارت. في الارت اقدر اختار اي شكل انا عايزه، مثلا لو انا عامل صفحة معينة ممكن اختار شكل البوردر ده مثلا، واقول له اوكي، هلاقيه اختار الشكل ده بالالوان اللي انا عايزها او بالالوان اللي انا محددها. يبقى انا كده اخترت بوردر سواء لباراجراف معين او لستكست انا عملت له سيلكت، وفي نفس الوقت اخترت بوردر للصفحة بالكامل. تمام، طيب ده بالنسبة لكل ما يتعلق بالفورمات. طيب لو عايز اضيف صورة للصفحة بتاعتي بقول له insert، وبعدين اختار picture، واختار from file. تمام، ادور على الصورة اللي انا عايز اضيفها ايا كان مكانها، واضيفها عادي جدا. تمام، طيب هنظبط باذن الله موضوع الصورة ده في المحاضرة القادمة، علشان دلوقتي انا محتاج اظبط الصورة. طيب لو عايز اضيف لينك مثلا، عايز اضيف لينك، هقول له مثلا for more information click here.
وانا عايزه لما يدوس على كليك هير دي يوصل لموقع بتاعنا مثلا او موقع ICDL، فهقول له انسرت واختار من قائمة انسرت اخر واحد اخر امر هايبر لينك كده، واكتب هنا عنوان الموقع مثلا www.icdlegypt.gov.eg واقول له اوكي. كده شكل الهايبر لينك بتاعي، اشرت ان انا اعمل كنترول وكليك هيفتح لي صفحة انترنت ويوصلني للموقع ده. تمام. نكتفي بهذا القدر النهاردة، واللي عنده اي سؤال يتفضل. حد عنده اي سؤال؟ انا سامع، مستعد اسمع اسئلتكم، اتفضلوا. جزاك الله كل خير يا مستر احمد، جزاكم الله جميعا كل خير. جزانا واياكم. حد عنده سؤال؟ كيف اعمل ماكرو؟ الماكرو ده حاجة ادفانسد قوي عن ان انا اشرحها الاي سي دي ال. ان شاء الله باذن الله لما اعمل ممكن اشرح كورس ادفانسد في الاكسل او في الوورد، هشرح الماكرو. مواعيد الكورس كل يوم الساعة 9 مساء، بكرة باذن الله 9 مساء. بارك الله فيكم. النور قطع امبارح وعايز الامتحان. حاضر. اوفيس 2007 هتلاقي اختلافات كتير جدا. الشرح ماكرو بليز. حاضر. اخبار الامتحان ايه؟ انا لسه ما شفتش الاجابات والله. If you want to know macro you must know VBA. It's not important. It's not important to know VBA to know macro. احيانا بلاقي فايل وورد وفي علامة عبارة عن حرف، ولما احب ادوس الماوس عليه يطلع اللي في الهامش. ازاي بتعمل؟ رقم واحد، انا مش فاهم حاجة، عابرة سبيل، انا مش فاهم السؤال. لا الورد لسه هنكمل كتير ان شاء الله، هنكمل محاضرة كمان. كورسات تانية على نفس الموقع على الفيسبوك. حاضر. يا ريت لو حد معاه لينك الامتحان ممكن يحطه. ان شاء الله ان شاء الله انا هحاول اعمل امتحان لكل موديول. تقسيم الكلام زي الشعر، بكره ان شاء الله هجاوب على السؤال ده. موديول يعني ماده او وحده. ده لينك الامتحان. جزاك الله كل خير يا رقم 55. ده لينك الامتحان اللي احنا عملناه امبارح. ابعتوا الامتحان على الميل. جزاكم الله كل خير. الامتحان بيتبعت على الميل بتاعي ده. حاضر حاضر حاضر، هجاوب على حضرتك على سؤال حضرتك بكره ان شاء الله. ازاي اعمل نقط؟ يعني ايه ازاي اعمل نقط؟ انهي نقط بالظبط؟ في نقط كتير قوي في الوورد، مش فاهم انهي نوع من النقط بالظبط.
زي سؤال اكمل عادي، بكتب نقط جدا بقى عادي، بكتب نقط عادي جدا، بكتب النقطة. لا امتحان واحد ده ما حدش امتحن. حاضر حاضر، لحظة واحدة. اللي حاضر اليوم، اللي حاضر اليوم اول مرة هيكون مصيره ايه؟ النفي. هيكون مصيره النفي، هيتنفي. اللي حاضر اول مرة هيكون مصيره النفي. اصل كلمة مصيره دي كبيرة اوي، مش عارف، ما حسستني انكم بتسألوا على مصيره، يعني مصيره دي كبيرة اوي. لا ايوه قبيلة بالظبط كده. هنعيد السنة. المهم اننا نتعلم مش نمتحن. تمام صح. طيب حد عنده سؤال تاني؟ عاوزين المحاضرات اللي فاتت في المنتدى. طيب المنتدى في ادخلوا على لينك المنتدى بتاع السايت بتاعنا، هتلاقوا كل المعلومات عن الكورس ونظام الكورس وماشي ازاي وخلصنا ايه ولسه ما خلصناش ايه. وباذن الله هتلاقوا تقدروا تسالوا كل الاسئله اللي انتوا عايزينها، وان شاء الله هنجاوب مع بعض. ان شاء الله هحاول. جزاكم الله كل خير، واسف جدا على التأخير اللي حصل النهاردة، بس انتوا عارفين مش ما تعرفوش زحمة القاهرة، يعني زحمة القاهرة حاجة فظيعة. ربنا يكون في عوننا وعونكم. يعني جزانا واياكم. ان شاء الله باذن الله نلتقي بكرة باذن الله علشان نخلص الوورد، علشان نخلص الوورد باذن الله. تمام. واللي ما بعتش إجابة الامتحان ممكن يبعت إجابة الامتحان، ونكتب إن شاء الله بسبيس بين إن وشاء. تمام؟ أيوة كده صح، إن شاء الله. تمام؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت. بس تضحك. الساعة 9:15 إن شاء الله بإذن الله، يعني 9:15 مساء بعد صلاة العشاء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ماشي. الساعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.